السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هني توا في غنوش في سوق البصل. غنوش اللي تعتبر إنتاج الخام نتاع المواد الفلاحية نتاع الخضار، خضر وبصل وفلفت وطماطم، تنتج قرابة 6% من منتوج الجمهورية التونسية كاملة. وينكم يا صحافة يا طحانة اللي ماكمش رجالة؟ وقت يظل البصل ب 15% تتحدثوا عليه، توا وقت يظل بلاش الصندوق 15% تباع، حتى حد ما يقول شيء. تعالوا تحدثوا عليه، تعالوا حدثوك، لبسوك فن يا كلاب، تلبسوه كرافات وقت اللي ظل البصل ب 15%، خاطر رجال الاعمال يعطوكم الفلوس باش تحدثوا عليه ب 15% ويستوردوا فيه وقتها من مصر ويتباع ديما ب 15%، ما يهبطش السومه. فهمت؟ الصندوق نتاع تباع ب 15% اليوم الصباح، اليوم 25 جويليا 23 جويليا 2018، صندوق البصل يوزن 30 كيلو تباع بدينار و 500 ملي. ها تشوف البصل في كل بلاصه. ها البصل يا سيدي، ها البصل وقت ظل ب 15% تلبسوه كرافات وتلبسوه كوستيم يا طحانه لو كومش رجاله يا صحافه يا همبور جوليتكم. ها البصل في كل بلاصه، تعالوا شروا البصل من غنوش، ها ب 200 فرنك ب 100 فرنك الكيلو، تعالوا شروا في غنوش يا كلاب اللي ما تحشموش. وقت ظل ب 15% تلبسوه كرافات. ها البصل في كل بلاصه، ما سموناش اصل، ما سموناش اصل. راك تشوف في السلعه. ها البصل يا سيدي، لا من قال لك بدور. وقت نوصل 15% وقت نوصل 15% جمعه نهزوا فيه ونرجعوا تو باش نهار ولا زوج. وقت نوصل 15% تلبسوا كرافات. ها البصلات في كل بلاصه، ها البصل في غنوش، تعالوا اشروا. اليوم سمعت في المهدي ب 200 فرنك بالتفصيل. ها البصل قداش عطوكم البصل بجاه ربي؟ قداش عطوك في الصندوق؟ 2500 صندوق يوزن 30 كيلو 2500. ها البصل في كل بلاصه، ها الكداس، تعالوا شوفوا قدس البصل. ها الكراهب، تعالوا شوفوه يا صحافه يا كلاب يا طحانه يا رؤاس الاموال، يعطوكم في الفلوس باش تجيبوه من مصر ب 20 قرش. ها البصل، شوفوا البصل، هاي جبان نتاع بصل، مقبره نتاع بصل، ها مطيش، ها البصل. البصل تعالوا شروه، تعالوا البسوه كرافات ولا كفن يا طحانه يا صحافه يا كومش رجاله. ها البصل، تعالوا شوفوا البصل كاش مطيش. ها البصل في كل بلاصه، عليك بالله قداش شريت الصندوق انت؟ عليك بالله وجد رسول الله قداش شريت الصندوق؟ ب 3000، قداش يوزن؟ 25 كيلو 3000 فرنك، انت فهمت؟ ب 2000 فرنك الصندوق، ها البصل في كل بلاصه. ب 2000 فرنك، 15%، ها 2000، علاش ما تهزوش كل واحد صندوق بصل قدام وزاره الفلاحه وتهزوه؟ كونوا ذي الامه البصل، ها البصل، فهمت؟ انت يا وزير الفلاحه يلي قاعد، تعال انتج اكثر بصل، وانت يا وزير التجاره يلي تشوف فيه من مصر على دينار و500 وصومه ما يهبطش، تعال اغرس البصل. قول له ماكش اي ماهمش رجال الكل. انت يا رئيس الدوله يلي تعطي في شهريات، يلي تعطي في شهريات للناس من غير خدمه، تعطي في الناس من غير خدمه ويخدموا خدمه اخرى، والفلاح ميت. تعال شكون نفكرهم؟ 25 عام التالي البصل ب 200 فرنك ولا مناسب ب 5000، تواك البصل ب 80 فرنك والبصل بدينارين الصندوق ولا مناسب ب 26 وخبره. اذا كان عطوها لك وخبره ومخلطه بالرمل. تعال شوف البصل. انت يا سي راشد الغنوشي يلي اعطيت شو اسمه 120,000 واحد يتخذوا في شهريات من غير خدمه، وانت يا سي باجي خد السبسي يلي تعطي في الفلوس الناس ما تخدمش، تعال اشري البصل يا سي الباجي، تعال اشري، فهمت؟ انت يا وزير الاقتصاد يلي تعال اخدم هكتار بصل،